أذهب إلى باريس مع الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد، الآن أبدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قلقها من الوضع الإنساني في غزة، وطلبت أيضا بهدنة جديدة مستدامة. هل هذا الموقف الفرنسي من الممكن أن ينعكس في شكل ضغط على إسرائيل في رأيك؟ ليس موقف كلامي، هو موقف يعبر عن تحول في إدارة رؤية النزاع، وبالتالي الوزيرة الفرنسية باسم الدولة الفرنسية تقول أن يعني الخطوط الحمراء وقع تجاوزها، والآن هناك مسؤولية أمام القانون الدولي، ولا تريد هذه الدول أن تكون مشاركة، وبالتالي تريد أن يقع الآن، لأن فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي تريد فرنسا أن تقف هذه الحرب، ولها إمكانيات لإيقاف هذه الحرب أو المساهمة في إيقاف هذه الحرب، ومجلس الأمن له مسؤولية في ذلك، والدول الكبرى لها مسؤولية في ذلك، وبقية الدول، ومنها أخذ إجراءات عملية، لأن أولا سننتظر ماذا سيقوم به مجلس الأمن اليوم، وفيه إمكانية أن تغير أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية موقفها، يمكن أن يعني تمتنع عن التصويت ولن تعترف بحق الفيتو، وهذا التغيير صار يعني فيه إمكانية أن يكون الآن وارد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني في دعمها لإسرائيل كان لها هدف أن تمكن إسرائيل من ردة الفعل على حماس، ولكن هذه ردة الفعل كانت لها نتائج مخالفة للقانون الدولي، وهي خارقة للقانون الدولي لما ضربت المدنيين بهذا الشكل الفظيع، والذي يكون بدون أي شك في أي على أي مقياس هو خرق للقانون الدولي، وهي جرائم حرب وأكثر من ذلك، هي ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كذلك لا تريد أن تكون مع التغير في طب ما هذا كان حاصلا في الجلسة الماضية دكتور مجيد، نفس الأمور كانت حاصلة، نفس المعطيات كانت موجودة، واستخدمت أمريكا الفيتو. صحيح، إذا هناك يعني مشروع لائحة جديد، يعني أن المفاوضات الدبلوماسية تؤشر أن هناك إمكانية لأن تقبل هذه اللائحة بشكل جديد، أن تغير بعض العبارات، ولكن ليس مسألة عبارات، العبارات التي تغير تخفي أن هناك تغيير في موقف. نعم. طيب سأعود لهذه الفرضيات مرة أخرى.